الجو حلو قوي النهارده، تحفه الشمس تحفه، التصوير أيوة. حاجه عظمه. خدي بقى صوره معايا. انا مش عارف ما بتفرديش وشك في الصور ليه يعني. بصي مش شايفه منظر الصوره؟ بومه. انا بومه يا شيخ؟ ده ايه القرف ده؟ طب اضحكي لوجه الله. هو انا كل ده مش بضحك، ده انا ماشيه معاك بضحك يا شيخ. انت اللي طريقتك غريبه قوي. والله طريقتي غريبه مالها يعني؟ مش فاهمك. انت ماشي من الصبح عمال تصور انت نفسك وانا ماشيه معاك. على فكره انا مراتك. والله العظيم يا رب اهو صورتك اهو الانتاج اهو اهو، شايفه منظرك عامل ازاي. طب بالنسبه لمنظرك ده بقى ايه بقى؟ ايه ده؟ مني شايف منظرك؟ مش عايزه تتصوري معايا قولي لي لا سوري مش عايزه اتصور، عادي جدا. بالعكس انا اصلا كنت هتصور لوحدي. اسكتي بقى بلا بالعكس بلا بتاع، يا تكليله في شكلك على الصبح. عيب كده يا شادي. مش عارف انا في ايه. هو انت على طول في كل حاجه. اسكتي بقى ما تقلبليش وشي بقى، عايزه اتصور. ده ايه القرف ده؟ يعني انت بتضحك للناس اللي بره واللي جوه بيتك لا؟ ايوه بضحك للناس اللي بره واللي جوه بيتي لا. طب وانت مصمم ليه تبين للناس اللي بره ان احنا الحياه ما فيش منها والحياه حلوه وجميله بمجرد صور وفيديوهات؟ ما تعملش كده بجد ليه؟ البيوت مقفوله ومعروف بلاويها ايه؟ كل واحد في بيته حر. وانت اللي يهمك جوه ولا بره؟ ده بابليك بره البيت، انا اعمل اللي انا عايزه. طب وانت يهمك جوه ولا بره؟ انا يهمني نفسي لا جوه ولا بره. نفسك وانا طز. طز طبعا ولاعي. ولا تشوف انت عايز تعمل ايه واعمل ايه؟ انت هتقرفينا. على فكرة أنا طريقتك دي بجد زهقت منها وقرفت. مفيش خروج غير لما بنرجع متعاركين، مفيش خروج غير لما بتقعد تشتم فيها وتهني وأقول بكرة يتعلم. بتقول أهو مفيش خروجة، احمدي ربنا أنا بخرجك، في ناس ما بتخرجش مراتاتها أساسا. لا على فكرة ده أصلاً حقي عليك. أنت عارفة أنا كل خروجة بصرف فيها كام؟ على النكد والقرف ده. ده حقي عليك على فكرة. حقك عليا إن أنا أكلك أشربك مش إن أنا أخرجك. ليه بهيمة؟ بصرف عليك الشيء الفلاني. بهيمة في البيت عندك؟ هو ده. ربنا قال ان انا اكلك واشربك واجيب لك كسوتك، ما قالش اخرجك. بتعرف ربنا قوي طبعا ونعم بالله. بس والنبي اسكت، الله يسترك. اسكت. يلا 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 اعدلي لسانك معايا. ولا يلا بلا بتاع. طب يلا اعدلي لسانك معايا احسن لك وعدي يومك. طب يلا عشان عايز اكل. ده ايه القرف ده؟ ما تاكلي ولا تتنقلي، ما كلتيش في البيت قبل ما ننزل ليه؟ هو انت يا ابني منزلني بكتني في الشارع؟ يا ابني احترمي نفسك وعارف انت بتتكلمي مع جوزك. ايه يا ابني دي؟ احترمني في الشارع واعرف ان انت بتكلم واحده. ما تعليش صوتك. طيب ما تعليش صوتك بدل ما هحترمك فعلا واوديكي بالقلم في الشارع على وشك. طب اعملها كده، فكر ان انت تعملها يا شادي. طب اهو انت اتجننت؟ انت بتضربني؟ اضربك وعلي يا عبيد. انا هفضحك في الشارع. صوتك ما تعليش بدل ما بصي هديك على وشك تاني. احترمي نفسك يا بت. انا مش لاقي حاجه اضربك بيها. اضربيني؟ ده يبقى اخر يوم في عمرك انت وعيلتك حبيبتي. انت اتجننت؟ قلت له اصلا كنت اتجوز واحده شبهك. انت بتضربني انا في الشارع؟ كنت لاقيين تاكله. انا بتضربني في الشارع؟ اضربك واولع فيك يا حبيبتي. طلقني طلقني عشان انت ولا حاجه. طلقني عشان خاطر انت مش راجل. استغفر الله العظيم. احترمي نفسك يا بنت. يا الكلام احترمي نفسك. احنا واقفين في الشارع. بقول لك ايه يا حبيبتي، انت في ايه؟ قليلة الذوق عماله بتعلي صوتها عليا. يا حبيبي قليلة الذوق. هي مراتي. مراتك ادي قلتها مراتك. مراتك يعني في قفاك. ايه ده يا بالرجوله؟ يا بالرجوله يا محترم. اضربك تاني والله. والله القلم ده ما هسيبه يا حبيبتي. استني شفت ازاي اصلا تشتم في الشارع؟ ازاي تشتم واحده ست اصلا ومراته؟ حتى لو مراتك ازاي تشتمها في الشارع؟ كسر. بقول لك ايه، اطلقي اطلقي. لطشني بالقلم لطشني بالقلم. يصمت يا اخي. مالناش دعوه بالحوارات دي، مش كل مره. مالناش دعوه ايه ده؟ ده بيشتمها في الشارع. بيشتمك ازاي يا حبيبتي في الشارع؟ انت مالك؟ اطلقي يا ماما. انت مالك؟ طلعت بيهم من الدنيا يا حبيبتي. اطلقي وشوفي حالك. طلقني. بقول لك ايه، قول ده يا انت طالع في 60 ده يا طالع. تعالى تعالى يا حبيبتي. يا عم فين يا عم ده؟ تعالى يا حبيبتي تعالى قدام اختك يا حبيبتي. انا على ابو دي جوازه. انت مش محترم والله. لا كركرك في المحاكم. اصحى في محاسيبك والله العظيم. لا كركرك في المحاكم. انت تعالى يا شاهد. شفت الجوازه؟ والله ما حاسيبك يا شاهد. انا بس انا محاسيبك. بقول لك يا ابن عمي صلي على النبي. يا عم المعلم يا مين؟ ثواني. انت طالع طالع. انت لو مراتك بتعملها عامل ايه؟ ايه يا حبيبتي المرض يا عم؟ المرض يا عم مهدي يا عم 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 يا
ويعمل حكايه ويهزك نفسه ويهزك مراته دي سيحتها ولم الناس على دي سيحتها هاني وقالت لي مش عارف ايه يا زباله زباله مين انت كنت بتقولي الجوازه دي يا اختي ده انا صارف عليك الشيء الفلاني والشيء الفلاني رندا كلمني انت كلمني اسمك الكلام ده وانت طالع حط شطه اتكلم انت يا جماعه مش من الرجوله اصلا ان راجل يقف يهزق مراته واخته اي ست يهزقها في الشارع ده اصلا طالما هزقها في الشارع اختي تتطلق مفيش كلام احنا ما عندناش على الكلام ده زلو عائلتنا هزقتني تتطلق ايوه طبعا فيها ماما بره عنك انا حر في مراتي خلي بالك لا لا ثواني لا 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 ثواني انا حر الرجوله ان الراجل اصلا حتى لو الست غلطانه ان هو يهزقها في الشارع معنى كده ان انت مهزق تطلقي يا ماما بس معنى كده ان انت ايه مهزق ايه ده ماما ولا راجل ضرب في الشارع لازم تضربوه ايه ده ماما تطلقي يا ماما ايه ده ماما تطلقي يا ماما مفيش مشاكل ايه ده ماما يا عم مش كل حاجه الطلاق انت تطلقي يا ماما جاهز هيشتغل على طول ايه دي ايه تطلقي يا راجل الله ايه في عيال يا ماما في عيال في اطفال تطلق يلا برضو طب انتوا يا جماعه لو مكان الست ديت وتخانقوا في الشارع علشان خاطر صوره تطلق ولا ما تطلقش لا 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 ده موضوع تافه يا لا 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 عشان صوره امال انت دخلتوا في الموضوع ليه وطلعها طلعها طلعها خلي ده يا عم خلي بنتك خلاص اهو بقى الناس زي ما انتوا شايفين كده رندا الناس اللي يعني طلعها هي بوتاجاز متحرك على الارض يا جماعه الطلاق ده بس فكروا فيه عشان في اطفال بتتظلم في النص انا كنت هضربك بس خلاص يلا